لأولادنا من الأطباء وزملائنا وكل الناس الحاضرين معانا. أنا حابب أرحب بيكم كلكم الأول النهارده في بداية محاضرتنا. إن شاء الله هتبقى شورت ليكتشر، يعني مش حاجة طويلة قوي، 20 minutes. حابب أعرف الناس، زي ما حد من الزملاء قال، بتخصص الحالات الحرجة. هو الحقيقة كان بيذكرني حد من الأساتذة بتوعي اللي قالوا لي قبل ما أخد التخصص ده، قالوا لي critical care is medicine. فأنا الحقيقة ما كنتش فاهم يعني إيه. فلما دخلت التخصص لقيت إن هو ده الطب بكل أوجهه، كل أوجهه الصعبة والسهلة واللحظات الصعبة واللحظات السهلة واللحظات الجميلة. إحنا دايماً يمكن بنشوف في كريتيكال كير لحظات صعبة كتير، بس مش عايز أقول لكم أنا النهاردة مثلاً من 3 ساعات وأنا راجع من رعاية من الرعايات، حالتين ميؤوس منهم على فنت والاتنين اتشالوا في أقل من نص ساعة، وعملنا زي احتفال كبير كده مع الزملاء وكانت لحظات سعيدة جدا. احنا عندنا لحظات انكسار، فعلا بنخسر حالات، ولحظات انتصار بفضل الله وحده، بفضل الله وحده بتحصل. لكن انا عايز اقوله الليسون المستفاد هو اللي احنا بنقوله النهارده، الانتصار وعدم الانتصار في معركتنا ضد المرض. اخر واحد يسأل فيها هو الدكتور لو كان يتبع كل الاسباب اللي ربنا حطها له. ايه هي الاسباب اللي ربنا حطها له؟ اولا العلم، العلم الواسع الممتد اللي هو تعب فيه طول عمره. ثانيا الخبره. ثالثا التخصصيه. الثلاثه دول يا اولاد وكل الزملاء وكل اللي عايز يسمع، لازم ما نتخلاش عن واحده فيهم. لا تقدر تتخلى عن العلم في كل الطب، واشمل واكثر تخصص هتلاقي فيه علم هو الحالات الحرجه، لانه يشمل الطب كله. يعني يمكن واحنا من 3 اسابيع بنفتتح تخصص التروما، عملت كورس للناس في التروما والجراحات والبتاع عشان يتعاملوا معاها. بعديها البيرننج يونت، عملنا للبيرننج يونت. بعديها في الميديكال، ميديكال سيرجيكال، سيرجيكال. يوم عملنا فيه نيورو كريتيكال وشرفتنا بالحضور دكتوره منى. يوم اميونولوجي وشرفنا بالحضور دكتور احمد يحيى، وهكذا. فاحنا العلم على اتساعه كله موجود، فلازم يبقى فيه قدر من القراءه التي لا تنقطع ابدا. انا قربت يمكن من 45 سنه وبحس ان انا كل ما بكبر بحتاج اقرا اكتر، مش بقل قرايتي، لان انا بكتشف ان انا مش عارف حاجه. ده كحد صغير جدا في تاريخ العلم والعلماء. اينشتاين لما سالوه في اخر عمره قال انا حاسس ان انا زي واحد قاعد في شاطئ يا دوبك بل رجليه بمياه المحيط اللي موجوده، والمحيط ده هو العلم اللي المفروض نلم بيه. فالعلم ثم العلم ثم العلم. ورقم 4 التخصص، الخبرة. الخبرة دي مهمة جدا بالتجارب الفاشلة والناجحة. ثم التخصص. ليه يا أولاد التخصص؟ شباب التخصص، لأن كل حد نفس الخطأ الطبي والمهني، لو أنت عندك العلم والخبرة وفي تخصصك أنت لا تضمن. لكن دكتور أحمد يحيى يقول عليها ودكتور محمد مدحت، يعني إيه كلمة لا تضمن؟ يعني أنت فعلت اللي عليك وبذلت الوسيلة وربنا كان ليه رأي آخر، ونعم بالله الملك وحده، ما نقدرش نتدخل. لكن ما يكونش فيه عندك عدم علم، عدم دراية، عدم كفاية من المعلومات، وعدم خبرة في نفس الوقت، وبعد كده نقول إن أنا اجتهدت. اجتهدت ده ما أقولهاش خالص غير لما يبقى الأولاني والتاني والتالت موجود. العلم، الخبرة، التخصص. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نبدأ. الحقيقة لازم نبقى عارفين critical illness ده في النهاية هو precipitated by specific disease. فده أول حاجة نبني عليها كلامنا النهارده، ده الفيرست برنسبل. فإحنا مشكلتنا لأن إحنا كريتيكال، والكريتيكال ده حالة حرجة جدا، فلازم إيه؟ ماتر أوف تايم، لازم عامل إن إحنا نكتشف ده بسرعة جدا، بروبر دايجنوسيس، لازم التشخيص يجي في أقرب وقت. وأنا ليا كلمة دايما بقولها لكل ولادنا وزملائنا الأصغر، إن الدايجنوسيس 75% من العلاج. يا للدرجة دي طبعا. تخيل حضرتك إن إحنا عندنا ستروك وانا ما عرفتش اشخصها ان هي ستروك، شخصتها ان هي اي حاجه تاني، فضيعت على الراجل اللي جاي ال 180 دقيقه اللي هو كان ممكن ياخد فيهم ثرومبلتيك ثيرابي، فعاش هانديكاب بقيه عمره. طب تخيل حضرتك ان انا كان عندي ستروك وجالي في كريتيكال كير يونت، ولكنها كانت هيموراجيك وانا ما شخصتهاش كويس واديته سكريبت وهي هيموراجيك. طب تخيل حضرتك ان عيان عندي هايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا بتبقى ميميك الستروك بالظبط، زيها بالظبط، وانا ما شخصتوش صح، فبدل ما اديله جلوكوز اديته ستريبتوكينيز او كوبوليتيك تريت. كل الحاجات دي انا قتلت العيان بدون وعي، بدون علم، بدون دايجنوستس صح. يبقى الدايجنوستس ده اهم حاجه واول حاجه، ولازم اذا مطر اوف تايم. رقم 2، وصلت للدايجنوستس وبدايه المانجمنت، لازم استابلايز نفسي بكل الوسائل المتاحه.
استابلايز وسبورت ريسبريشن عن طريق الميكانيكال فنتليشن، يعني اعمل له تهويه صناعيه ارتفيشال فنتليشن. اسبورت السيركيوليشن عن طريق الفازو اكتيف سبستانسز اللي هي موجوده زي النور ادرينالين اللي ربنا خلقها لنا في جسمنا وخدها الانسان عمل زيها، النور ادرينالين والادرينالين والدوبامين، واحكي براحتك زي ما انت عايز، كلها موجوده في جسم حضرتك، احنا خلقناها في المعمل الصناعي واديناها لك، وكل واحد ليه كرايتيريا غير التاني. ولو الكلى مش شغاله اغسل، يبقى نتنفس صناعي، نغسل صناعي ونحطه فازو اكتيف ايجنت عشان نسبورت السيركيوليشن. وفي حاجه تانيه غششها لك مش مكتوبه هنا، ان احنا ممكن نعمل زي قلب صناعي اللي هو الحاجه اللي اسمها ايه؟ اكسترا كوربوريا ممبرين اوكسجينيشن. نقول للقلب شكرا، نقول للرئه شكرا، احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا نجيب مكنه بره بدل القلب ونجيب جهاز اوكسجينيتور بممبرين يحط الاكسجين دايركتلي في الايه؟ في البلاط. فيسموه تاني اكسترا كوربوريا بره الجسم، اكسترا كوربوريا ممبرين اوكسجينيشن، لانه بيبقى زي مكنه الغسيل بالظبط، بس في ماشين بتدور السيركيوليشن بدل القلب، وفي اوكسجينيتور بيحط الاكسجين وبيشيل ثاني اكسيد الكربون زي بالظبط ايه؟ الرئتين. فده انا عملت تقريبا قلب صناعي. طيب مهم جدا انا اعمل بقى ايه وانا شغال كنترول للانفكشن، سيفتي بتاع الاي سي يو. يعني انا مثلا بشوف جزء كبير من ولادنا هم قاعدين في الطوارئ بينسوا حاجه مهمه جدا، لما بدي دي سي شوك لازم انبه على السيفتي بتاع اللي حواليا، فلازم اقول ايه؟ كلير كلير كلير، يعني كله يبعد خالص، لان اي واحد ماسك طرف السرير هيتكهرب، واحنا مش هدفنا نكهرب الاسطاف، احنا هدفنا ان احنا ننقذ حياه المرضى. الامر الثاني بنشوف حاجات مرعبه جدا، من ممكن العيان يجي له برد عشان خاطر سلك ملمس بتاع الاي سي جي او المونيتورنج في ميه او في المونيتور او بايظ او حاجه، فالسيفتي مهمه جدا جدا. واخر حاجه طبعا ان احنا بقى بنشوف الريكفري والويننج والديستشارج اللي هنتكلم عنه تفصيلا. طب احنا سريعا هنمشي على البيت فولز، الخطايا العشر. انا لخصت لكم الحاجات اللي بنعملها كلنا طبيعيه يا شباب، دي جمله شهيره تاريخيه اسمها الخطايا العشر، العشر اخطاء الشائعه جدا اللي ممكن نلاقيها. نمسك عندنا حاله ونشوف كده نتخيل هنعمل فيها ايه مع بعض عشان نشوف احنا اخطائنا ممكن تمشي فيها ازاي. واحد عنده 75 سنه راجل جنتلمان محترم كده، جه للاي ار اللي هو ايه؟ الامرجنسي روم، برافو عليكم. خمسه دايز بيفور كان عنده فيفر برودكتيف كاف، وبعد كده يبدو كده ان ويل، تاكي كاردك تاكيبنك، يعني بينك قدامك وتاكي كاردك قاعد بايه؟ ايه بضربات قلبه سريعه جدا، وبتقيس ضغطه لقيته اقل من 100، يبقى ده هايبوتنسيف كمان. طيب بدات تدي انترافينوس فلويد، لقيت فيه بيزل كونسوليديشن، البيزل كونسوليديشن دي من ميديوم لكورس كريبيتيشن، وفي حته واحده مش ديفيوز، فشكلها كده قصه انفكشن. بعد 2 لترز اوف انترافينوس فلويد الراجل برضه هايبوتنسيف ما استجابش معاك. الكيس سيناريو طبعا ان انت وديته للاي سي يو وبدات تحط ايه؟ كل اللي همك ان انت تركب سي في بي، وده الشغل الشاغل الحقيقه عند كل ولادنا وبناتنا الصغيرين اللي بيقولوا لي نواب صغيرين في الرعايه وعند الامتياز، هو السحر الساحر بتاعه ان هو يحط سنتر لاين ويشوف الباك فلو بتاع الفينس بلاد ونجح في حطه، ويحط انبوبه صناعيه ويعتبر كده ان هو بقى ايه؟ دكتور احمد يحيى او دكتوره منى حسين او دكتور مجدي يعقوب، وهو كده وصل للمجد ايه بانواعه، وهو لم يصل اي شيء زي ما احنا هنشوف حالا، وكتب الحاجات بتاعته وبقى مبسوط جدا وعزم الناس على شاي عشان السي في اتركبت بنجاح. اول واخطر حاجه الحقيقه البيت فول الاولاني ديليت، حط تحت ديليت دي 25 خط مش خط واحد. ديليت ديفينيتيف تريتمنت، مفيش دايجنوسيس ات ذا تايم، ده هو كارثه سودا في الحقيقه. احنا يمكن في زملاء كتير هيكلموكم مثلا في الكارديولوجي، وده برضو جزء من شغلنا، ان لو القسطره اتاخرت شويه فده از انفاركشن، خلاص جزء في القلب مات. زملائنا في النيورولوجي دكتوره منى الزميله الفاضله تحكي على الثرومبوليتيك تريتمنت والريكانالايزيشن في عين الاستروك، لو اتاخرنا شويه خلاص انفاركشن في البرين والعيان مات. اذا انا عايز الخص لكل اولادنا، اول قانون تحطه في حياتك في كل حاجه، تايم از نوت ان ايشو، تايم از ايشو. الوقت هو الانسجه اللي بتموت قدامك، لو انت اتاخرت في التشخيص، لو اتاخرت في التعاطي، لو اتاخرت في عمل اي حاجه، فانت بتخسر حياه حد قدامك. مش رايي الشخصي، لكن جه راجل طيب كده زي حالاتنا اسمه كومار، كان عالم ساينتست كبير، وده من 5 6 سنين يعني قريب قوي، وجي عمل تجربه جميله جدا، عمل ميتا اناليسيز، يعني عمل تحليل لكل التجارب السابقه والدراسات، لقى ان في كل ساعه بنتاخر عن كتابه مضاد حيوي لعيان عنده سيبسس او انفكشن بتزيد المورتاليتي 7.5% في الساعه. معناه ايه يا دكتور احمد ياسين الكلام ده؟ معناه حضرتك ان كل 100 عيان انا ما كتبت لهمش مضاد حيوي وهم عندهم سيبسس، انا بفقد 7 منهم، 7 عيانين منهم على الاقل، المفروض اقول 7.5 بس عشان ما لخبطكش، كل ساعه. تخيل انك بتقتل كدكتور طوارئ او امتياز او رعايه
عيان عشان انت حضرتك ما خدتش القرار ومهتم بحاجه لا قيمه لها، حتى الجايد لاينز قالت لك ما تركبش السي في بي في الاول، بعد اذنك قيس الضغط ادي فلويدز، ما لقيتش فلويدز اعمل حاجتين بسرعه في اول ساعه. اول حاجه تعمل بين كالتشرز كامله خالص خلاص شباب، تاني حاجه بعد منها وفي نفس الوقت تبدا انتي بايوتيك. كل ساعه تاخير بتخسر 7%، لو كل 100 واحد عيان انت قاعد في الطوارئ في النبطشيه بتاعتك ما كتبتهمش فانت فقدت 7 وشلتهم في رقبتك في يوم. اذا الانتي بايوتيك لازم تكتبه في اول ساعه، والانتي بايوتيك لازم تبقى عارف تكتبه ازاي، وده هيبقى موضوع محاضره بقى تفصيله، مش هينفع النهارده نقول كل حاجه اللي هنقولها ان شاء الله في الكورس المخصص بتاع الكريتيكال. ده الكيرف الاولاد بتاع الحمار زي ما انتم شايفين باللون الاسود ده، السرفايفل ايه قاعده بتقل كل ما بيعدي ساعه، اللون الاسود العيانين قاعد بيتناقصوا، بيموت منك مرضى وانت قاعد بتتفرج سعيد بان انت ركبت السي في بي والانتيوبيشن ووصلت العيان وقست ضغطه صح ولا غلط حتى، وبعد ساعتين ثلاثه تلاقيه دايد وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. فلازم نبقى اوير جدا، تايم از نوت ان ايشو، تايم از ايشو. فدي طبعا البوزيتيف ترايل مش موضوعكم قوي ان انتوا تحفظوها بالاسم، بس مليانه هي بوزيتيف ترايل، ان لازم الانتيبيوتيك اللي ضربت لك بكمار ده اشهر ستادي فيشنز نبداه في اول ساعه الانتيبيوتيك، وحتى الانتي فانجل لقوا نفس النتيجه بالمناسبه، وحتى الانتي فايرال لقوا نفس الحاجه بالمناسبه زي الكوفيد اللي احنا كنا فيه. ولذلك اللعبه كلها قواعدها اتغيرت في الكوفيد امتى؟ حد عارف من الشباب امتى؟ اول ما حطينا سبيسيفيك تريتمنت للكوفيد خلاص المونوكافير خلاص الدنيا كلها القواعد اتغيرت، لان انا بدات اقتل الفيروس اللي هو بيعمل السيتوكاين ستورم اللي هو بيولع لي العاصفه اللي بتولع لي في الاساس بتاع الشقه بتاعي. فانا كنت شغال على الكوفيد علاجه ان انا بجيب المطافي وبطفي الشقه، لما اخترعوا العلاج بقت بمنع عود الثقاب اصلا من هو ينير في بدايته، فما بقتش فيه حرايق، فبقى الادوار كلها خفيفه والناس مش عارفه قوي. فاذا الايرلي انتيبيوتيك ليتريتشر انتربريتيشن لازم نبداه بدون اي نقاش بدون اي تفكير، لازم نحط كومبينيشن تريتمنت للعيان اللي هو الاميون كومبرومايز، نبدا اهم حاجه، ولازم يبقى نعم عندي اجنت جرام بوزيتيف برضو انتيبيوتكس عشان خاطر ان انا اغطي كل حاجه، بالذات في العيانين الاميون كومبرومايز، العيان الكورونيك رينال فيلير، العيان السموكر، العيان الاولد ايج، العيان اللي كان بياخد اي دراجز في الفتره. طيب الرقم من الغلطه الثانيه، انا مش عايزكم بقى يعني عايزكم تدوني ودانكم قوي في الغلطه الثانيه دي، يا ريت اللي فات السبيكر يا جماعه يقفلوا عشان عامل دوشه على زمايلي. الغلطه الثانيه التي لا تغتفر ابدا يا اولادي، الراجل الطيب المحترم اللي واقف قدامكم السكره ده، الراجل ابو شنب ده، ده سمويلس ده فيليب، ده راجل كان عادي جدا دكتور زي حالاتي غلبان، رايح المستشفى بتاعته وعايش في امان الله ما بيزعجش حد خالص، لقى المورتاليتي عاليه جدا في كل المستشفيات اللي حواليه واللي عنده، فجرب حاجه جميله جدا، جاب ميه خل، ليمون ووتر، ليمون ووتر اه ميه بخل، وبدا يجبر الدكاتره الصغيرين نوابه انه يغسلوا ايديهم فيه. طبعا الاول قالوا عليه راجل مجنون ومش عارف ايه، واتريقوا عليه وسخروا وتنمروا منه زي ما بنعمل مع اساتذه احيانا للاسف. لكن للاسف المفاجاه الغير سعيده ليهم ان الراجل ده لقوا حاجه غريبه جدا بعد مرور سنه واثنين وثلاثه بيعملوا احصائيات، لقوا ان هذا الرجل الطيب المستشفى عنده المورتاليتي قلت فيها للنص. النص حرفيا، هنشوف دلوقتي الارقام. فأنار الطريق لقاعده ثابته جدا في التاريخ. A treatment is not a management, is not a drugs, is not a medication. A treatment is a prevention. Infection control هو أهم حاجة في التريت. لما تيجي تسألني الولاد بيسألوني كيف نمنع النمونيا؟ أقول لهم ما تفنتلوش العيان، ونيفر بوسيبل. كيف نمنع يا دكتور أحمد ياسين اليورينري تراكت انفكشن؟ أقول لك ما تركبش قسطرة بول، ونيفر بوسيبل. كيف نمنع الفيفر وسنترال لاين سيبسيس؟ اقول لك ما تركبش السي في بي، ونيفر بوسيبل. عايز حاجه تانيه يا دكتور احمد ريكومنديشن؟ اه حاول العيان لو مش مستاهل يقعد في الرعايه خرجه بسرعه عشان ما يلقطش انفكشن. هو بس كده؟ لا، دي اخر القايمه. امال ايه اول القايمه؟ نغسل ايدينا. كم واحد فينا بيغسل ايديه بميه وصابون قبل ما يشوف العيانين وبعدهم في عيادته في مستشفيته في شغله؟ اتحدى ان احنا نلاقي نفسنا كوميتد للايه؟ للانستراكشن بتاع البريفنشن كنترول. بالعكس بكره تكبروا وتقول الدكتور احمد ياسين الله يديله الصحه او الله يرحمه قال لنا في يوم من الايام ان انت كل ما هتلاقي فريق الانفكشن كنترول ده سوف تتنمر عليه وتتضايق منه ويضيق ذرعك، يا عم انا فاضي، يا عم انا، يا عم ابعد عني، مع انه هو ده بيديك 50% سرفايفل زياده، الراجل بيهديك هديه لكن انت رافضه، لا عايز تسمعه ولا عايز تعرف هو بيقول ايه ولا عايز تحاول معاه. فالبريفنشن اهم خطوات العلاج، والبريفنشن سهل جدا والله، اغسل ايديك مره قبل ما تقابل العيان ومره بعده، مره قبل البروسيدور، قبل البروسيدور، قبل كل بروسيدور، ومره بعدها اعمل سكين ديس انفكشن محترم، عقم حوالين قسطره البول، عقم حوالين السي في بي. لازم الانتيوبيشن او اي جسم غريب على الجسم مصدر الانفكشن.
أنا آسف. ونيفر بوسيبل يا أولاد، حاول تشيله. ما أجيش في رعاية مر ألاقي عيان فايق وقاعد في السرير وعشان التمريض مكسل أو الدكتور مش عايزين يشيلوا له قسطرة البول. لا أنا آسف. فدي بتبقى هي الخناقة بتاع كل يوم، هم مش فاهمين ليه، بس هو الراجل ده جاوب لهم على السبب. زي ما أنتم شايفين هنا الإحصائيات بتقول قد إيه أقل. لا ده أنا هوريها لكم أوضح من كده، إن هو الراجل ده لاحظ حاجة وهي كانت أساس ملاحظته، إن هو لقى إن في ومن كانت قاعدة جنبه كده دايت من إيه، قطعة سكينة كانت ملوثة بجلدها، فاكتشف إن التلوث هو الأصل. طب أنا لو منعت التلوث همنع الوفيات؟ الراجل جرب، إحنا بنخاف نجرب وبنخاف حتى نطبق. فلما جرب لقى النتائج زي ما أنتم شايفين كده، إن المورتاليتي قلت بطريقة فظيعة جدا من 12 ل 3%، وده يعني حاجه يعني اقل من التلتين. وبالتالي احنا بنتعب نفسنا وشركات الادويه وكل حاجه في اختراعات علاج، مع ان العلاج عندنا البريفنشن، واللي قبلينا قالوا الوقايه نصف العلاج، وانا بقول لكم على الاقل حاول تغسل ايدك بالميه والصابون كويس جدا وكل المطهرات الممكنه حسب نوع الانفكشن وحسب نوع الايه، هل انا عندي كونتاكت انفكشن، هل انا عندي ايزوليتد بيشنت، هل انا محتاج البس ماسك عادي، هل محتاج البس سيرجيكال ماسك، هل محتاج ان انا البس ريسبيريتور اللي هو كنا بنلبسه وقت الكوفيد، وقت ما كنا شبه رواد الفضاء، كلكم شفتوا صور لناس فينا في المنظر. زي ما انتم شايفين المورتاليتي عند الراجل ده قلت بشكل فظيع جدا وملفت للنظر ومثير للانتباه والاعجاب والاحترام برغم المرور 250 سنه، بس ما زال العالم يكرم هذا الرجل على خطواته الشجاعه في انقاذ حياه المرضى. وانا بقول لأولادنا بقى اللي بيسمعوني، إحنا عندنا آية في القرآن بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا إيه؟ الناس جميعا. فدايما تفتكر الآية دي وأنت بتعمل الانفكشن كنترول، ما تزهقش إنك تلبس جوانتي، ما تزهقش من التعقيم، ما تزهقش إنك المس بتاعتك بتقول لك أو مسؤولة الانفكشن كنترول لو سمحت يا دكتور عيد تاني اعمل من جديد. ده أنت بتنقذ حياة مرضى أكتر بكتير من اللي أنت بتعمله، أهم بكتير من اللي أنت أورينتد ليه. الهاند ووشنج طبعا إحنا اتكلمنا عنها، والبور انفكشن كنترول سبب مهم جدا للمشكلة. طيب احنا عندنا برضو في البيتفولز بقى رقم 3 و4 و5، ان احنا للاسف عندنا كذا حد بيبقى في العيان، هل احنا عندنا كلوزد اي سي يو ولا اوبن اي سي يو. الكلوزد اي سي يو يعني ايه يا شباب؟ الكلوزد اي سي يو يعني انا دكتور احمد ياسين ومعايا بيساعدني دكتور محمد سيد شعبان ودكتور فلان وكده، واحنا كلنا في الرعايه بنساعد بعضينا ومالناش دعوه بحد بره واحنا بنعالج العيان. الاوبن اي سي يو لا، ده انا بستدعي دكتور احمد يحيى عشان استفاد بعلمه في الجزئيه دي، وبستدعي دكتور منى حسين عشان استفاد بعلمها في الجزئيه دي، وبستدعي دكتور محمد مدحت عشان استفاد بعلمه، وهكذا. فده الاوبن اي سي يو. المهم بقى الكوميونيكيشن او المايسترو اللي بيعمل هذه العلاقات عشان يقدر ينظم. طيب فلازم جدا ان احنا في كل الخطوات اللي احنا بنقولها دي، الراجل المايسترو اللي هو هيبقى بيقود هذه العلاقه لازم عنده حاجه مهمه جدا، دي ثالث حاجه في حياتك، الخطيئه الثالثه، وبعد كده هتبقى الامور اسرع ان شاء الله. انا بقول لكم الخطيئه الثالثه انك ما يبقاش عندك دليل علمي على ما تقول، ودي مشكله كبيره عندنا في مصر وفي الشرق الاوسط وفي دول كثيره من دول العالم الثالث. نحن نمارس الطب بفلسفه اجدادنا الفراعنه واجدادنا في اللي كانوا عايشين في مصر في الارياف، للاسف الشديد متاثرين بثقافتهم في وقت كتير. احنا متاثرين ان اي واحد يسخن نديله مضاد حيوي، واي طفل يكح كحه نروح نكتب له اغلى مضاد حيوي، لقد قتلنا المضادات الحيويه وقتلنا معاهم كثيرا من الناس لان احنا كتبناها بدون داعي وما عندناش ايفيدنس على اللي احنا بنعمله، بندي محاليل لمجرد ان العيان بيقول لك انا برتاح مع المحلول ده فعايز انت كمان تريح دماغك، بتعمل حاجات كتيره جدا ملهاش ايفيدنس، تيجي من غير معين يقول لك انا عندي ازمه، مجرد قال لك عندي ازمه بتكتب له على موسعات للشعب فيجي له تاكي كارديا من البيتا اجونست، وتقدر طول عمرك تكتب حاجات ما فيش عليها اي دليل طبي. وانا بمر مع الولاد بتوعنا في الجامعه، بقعد كل ما اجي امر معاهم اقول له معلش سامحني بس انا ايه دليلك على الكلام ده؟ وهو بيفتكر ان انا بمتحنه، انا مش بمتحنه، انا عايز اعوده دايما يبقى قاري ايه الدليل على ده؟ لان الدليل معناها ان في تجارب اتعملت اثبتت ان في سيرفايفل بينيفيت او فايده في ان الحيان ده ينقذ حياته بالاجراء اللي انا بعمله ده، ثبت ولا ما ثبتش؟ لو ما ثبتش ما اعملش، وللاسف احيانا بيبقى ثبت عكس ذلك وبنعمله لمجرد ان ده مزاجنا. فلازم يبقى عندي ايفيدنس في شغلي انا بقى في الرعايه، اللي انت تبقى عارفه على البلاد بريشر تارجت بتاعك، انت عايز يا ترى ضغط العيان ما يقلش عن كام عشان العيان ده يبقى بيرفيوز. ولولادنا الصغيرين في فرق كبير بين الضغط والبرفيوز، في جملة شهيرة هقولها لكم في المحاضرة اللي هنتكلم فيها في الهيمودينامكس الشهر الجاي، بتقول ايه هذه الجملة؟ ثانك فور الله، نحمد الله جميعا. نحمده على ايه؟ ان الامداد الدموي البلاد فلو تو اورجن فايتال اورجن از نوت ا ماتر اوف بريشر از ا ماتر اوف فلو. يعني ايه الكلام ده؟
ان القصه بتعتمد على الامداد الفلو السريان بتاعتك مش على الضغط. ولذلك ان اي حد يجي يقول لي والله ضغط العيان يا دكتور احمد كان 100 على 70 ولا يشغلني، كان 90 على 60 دايما يقول لك ضغط العيان 90، ضغط العيان 100، ضغط العيان 110، ما يهمنيش ده، انا يهمني تعرف الفلو بتاعه اخباره ايه. ايه السيروجيت ماركر؟ اهم حاجه على الفلو، اهم حاجه فيهم حاجه اسمها مين بلاد بريشر. مين ارتيريال بلاد بريشر ده بنحسبه ازاي؟ بنشوف الدايستوليك بريشر زائد تلت البلس بريشر. حد شاطر عارف، اكيد كلكم شاطرين عارفين البلس بريشر اللي هو الفرق ما بين الدايستول والسيستول، ده اسمه البلس. تلته لو حطيته على ايه؟ على الدايستول، يبقى ده اسمه المين ارتيريال بلاد بريشر. مش فاهمين حاجه يا دكتور احمد؟ ببساطه 120 80 ضغط عيان. قول لي يا ابني المين ارتيريال بلاد بريشر بتاعه قد ايه؟ هتقول لي اه سهل خالص، ما انت لسه حضرتك شرحتها لي. الدايستوليك بتاعه يا دكتور احمد 80، مش كده؟ اقول لك امين. اه هو 80، ما هو 120 على 80. طيب البلس بريشر هو الفرق ما بين السيستول والدايستول، صح؟ اه 120 و80 الفرق بينهم 40، اه فعلا معاك حق، يبقى ده البلس بريشر. تلته كام؟ حوالي 16 17، قول 15 رقم عشان ما تنساش. يبقى 15 و80 كان 95، يبقى المين ارتيريال بلاد بريشر بتاعه كان 95. طيب التشويس بتاع الفلويدز، في نوعين من السوائل اللي بنديهم المحاليل، حاجه اسمها كريستالويد فيها صوديوم كلورايد بوتاسيوم حاجات كتير، في حاجه تانية بتبقى ما فيهاش اي صوديومات اي كاتاينز اي حاجه بيسموها كولويد. ومن ضمن الحاجات الكولويد زي الفريش فروزن بلازما اللي احنا بنديها زي الالبوم اللي احنا بنديه. تدي انهي نوع من المحاليل؟ ولا هي بالويم ولا هي بالصدفه؟ ايه رايكم؟ لا طبعا عليها دلائل مهمه جدا. الايرلي ريسستيشن، وكمان عندنا التشويز اوف فازو اكتف دراج، تختار ايه؟ دوبامين ولا نور ادرينالين ولا ادرينالين ولا فازو بريستين ولا ايه بالظبط؟ طب في الفنتليشن، اي حد يعمل اي حاجه زي ما كانوا للاسف في الجائحه بتاع الكوفيد عايزين نشتغل وخلاص، ولا لازم يبقى في بروتوكول معين ماشيين عليه، عليه ايفيدنس زي ما قلنا، كل حاجه لازم عليها ايفيدنس، يعني دليل، يعني ترايلز، يعني دلائل علميه. طب بالنسبه للبلاد بريشر اللي احنا بنقوله اتعمل عليه حاجات، اهم واحد فيهم اللي هو السبسي السبسس بام. السبسس بام دي قالت المين تارجت بلاد بريشر كمين ارتيريال بلاد بريشر، اللي هو المين ارتيريال اللي هو ايه تاني؟ الدايستوليك زائد البلس. برافو عليك. التشويس بتاع الفلويدز في حاجات كتير اتعملت برضه، ما تلزمكوش، فانا مش عايز اوجع دماغك، لكن اشهرهم يعني اللي عايز ياخد رعايه ويفتكر ويدعي بالخير، حاجه اسمها سيف وحاجه اسمها البوس. الالبوس ده بتاع الالبومين اللي تشيك الالبوم ليه فايده اضافيه ولا لا لما قارنه بالكريستالويد، والسيف ترايل برضه نفس الحكايه، قارن الكولويد بالكريستالويد. عشان الخص لك وما تلخبطش كتير، هم قارنوا الكولويد بالكريستالويد ما لقوش فرق في المورتاليتي، يعني اديت ده زي ده فما حدش يضحك عليك، اديت رينجر صح، اديت ايه كولويد صح. ده بالنسبه للمحاليل. طب بالنسبه للفازو اكتف، قال لك النور ابينفرين احسن من اي حاجه، برضو مش عايز اثقل عليكم عشان ما تتوهوش مني، لكن انا هحكي لكم حكايه بسيطه، دي اخر حاجه هطول فيها وبعدين هقول كله بسرعه. في راجل عالم جه اولاد من حوالي 50 60 سنه اسمه جايتون، العم جايتون ده جاب كلب كهربه، وبعد ما كهربه طبعا انترا اوبرا بتبقى عمل له بيسنج للقلب بتاعه، يعني وقف الكارديك اوتبوت خالص. بعد ما وقفها خالص عمل ما بين الانفيرو فيناتيفا والاورطه الاثنين فيستو، لأن ان في فلو مستمر ما وقفش. فالراجل ده توقف عند المعلومه دي وقال ايه ده؟ ده الفلو مش بيعمله بس القلب، ده الفلو بيعمله كمان الفينس سيركيوليشن في البلد. طب يعني كده اي فلو في الدنيا، خدها قاعده مني وصدقني ومش هتندم والله. اي فلو في الدنيا يعني بريشر جريدينت، يعني بريشر في نقطه اعلى من النقطه اللي بعدها فحصل الفلو. فهو استمد من كده في الاب ستريم، يعني عند البريفرال فينز بتاع حضرتك في رجليك واطراف ايديك ورجليك، البريشر بتاع الفينز هنا اعلى من عند القلب. وطلعوا من المعلومات دي بقى يا شباب بسيل من المعلومات، مش عايز برضه اتوهكم فيها، لكن ابسطها ان انت تدي فلوز كتير ده مش حاجه كويسه. ليه مش حاجه كويسه؟ لانك لو مليت السنترال فينس بريشر بتاع القلب، عملت ايه في البريشر جريدينت اللي انت عايز تعمله؟ لغيته، عملته ابولشت خلاص، بقى البريشر السنترال اللي عند القلب اعلى من البريشر المفروض كان يبقى اعلى منه، فيتوقف الفلوز. ومن هنا جاءت ترايلز كتيره اثبتت صحه راجل ده، وقالوا الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، ان هو اللي فتح لنا طريق العلم ووقفوا صنبور الفلويدز في العيانين اللي زي كده. وكل دول العالم الثالثه اللي زينا اللي كانوا فاتحين المحاليل للعيانين عمال على بطال، قالوا لهم توقفوا، ده بيعمل زياده في المورتاليتي، المحاليل الزياده فادوا كميات اقل. ليه؟ عشان نظريه العم جايتون الجميل ده، عشان يبقى فيه بريشر جريدينت، لو زودت لي السنترال فينس بريشر بالفلويد اللي بتديها قوي مش هتعمل فلو، هتوقفه. الحاجه الثانيه بيعمل حاجه اسمها كونجيشن في الرينال فين، فيعمل لك رينال فيلير، اي كي اي اسوشيتد سيبسيس اللي بتحصل مع السيبسيس. طيب انا بحكي لك الحكايه الطويله دي كلها ليه؟ عشان تعرف اللي انا قلته، اللي هو ان لازم ما تديش فلوز كتيره، ضحكت عليك وقلت هنا. طب اقول لك حاجه تاني معلومه تعرفها طول عمرك، النور ابينفرين الهرمون ده احسن واحد فيهم يلعب الدور ده على خشبه المسرح. يعمل ايه الراجل الطيب ده؟
يعمل فينو كونستريكشن، تاني يعمل فينو كونستريكشن عند المين سيستميك فيلنج بريشر اللي هو عند اطراف صوابعك واطراف ايديك بدايه الفينات، يعمل فينو كونستريكشن فيعمل في البريشر ايه؟ يعليه، برافو عليك، فيعمل البريشر جريدينت ايه؟ فيزود لك الفلو احسن. فلقوا ان الراجل المحترم ده بيعمل الموضوع ده وبيعمل حاجات كتير مش موضوع. كان سؤال عندي في الدكتوراه من 5 6 سنين، قالوا لي ايه فايده النور ادرينالين وليه بنختاره؟ فده من اهم فايدته اللي انت النهارده ضحكت عليك وقلت لك، واقول لك حاجه تانيه ولا بلاش؟ هتلاقيها تقيله عليك النهارده، خليها في الكورس اللي هنقوله بعد كده. فالنور ابنفرين احسن حاجه، والترايلز اللي انا ضحكت عليك وقلت لك كل الراشونالز بتاعتهم حالا، البروسيس والارايز والبروميس، الثلاثه دول اجتمعوا لما عالم جه كبير زي حضراتكم كده عمل لهم ميتا اناليسيز، يعني ايه، هفصصهم وشاف النتائج بتاعتهم، لان الفلوز بتزود المورتاليتي، وكاتب من قال ادي فلوز براحتك. وبعد ما كانت جايد لاينز قبل كده بتقول ادي فلوز براحتك، جاء العالم كله تغير وحط الثلاثه ترايلز دول وقال ان الفلوز بتزود المورتاليتي، لا نعمل ريستريكتد فلوز، وكفايه انك تدي 30 مللي بير كيلو جرام في اول ساعه العيان داخل فيها، ويعني 2 لتر تقريبا، وبعد كده تدي جايدد بالسنترال فينس بريشر بتاعك، تدي جايدد بالكاردياك اوتبوت هتزيد معاك ولا لا، تدي جايدد بالكلينيكال سيناريو، ما تديش كده عمياني. ودي هتتعلمها اكتر واكتر واكتر بالممارسه، بس تبقى فاكر بلاش حنفيه الفلوز المفتوحه. الهيمودينامكس بس اللي انا عايزك تطلع بيها ان المين ارتيريال بلاد بريشر عندنا ما يزيدش عن 5، ما يقلش عن 65، المفروض يبقى فوق ال 65 عشان يحصل بيرفيوجن لتقريبا لاول اول اورجانس. بيبقوا مختلفين، القلب غير الكلى غير الكبد، كله ليه مين ارتيريال بلاد بريشر يعمل له بيرفيوجن غير الثاني، بس اقل رقم لقوا العلماء 65. طول ما المين ارتيريال بلاد بريشر بتاع العيان بتاعك 65 اكتر، فانت في السيف سايد وفي الامان، وبرافو عليك واشكرك شكرا جزيلا. الفازو اكتيف ممكن تديها في البريفرال كانولا، بلاش خناقه السيفي فيهات، وتديه لو فيكس الدوز. ده ريسبيراتوري سبورت في العيانين مش موضوعك قوي لانك دكتور جنرال شويه، بس لما تخش الاي سي يو ده عيان عنده اي ار دي اس. ما هو مرض الاي ار دي اس؟ مرض بيحصل فيه سكيب فظيع للفايبرين ريتش ماتيريال اللي هي اسمها اكسيوديت، نتيجه للانفلاميشن تحصل جوه اللنج، وتحديدا في حته يا ولادي اسمها الالفيلو كابيلاري ممبرين. الالفيلو كابيلاري ممبرين ده فيه بورصه صغيره جدا يروح الفايبرين يسدها كلها ويقول لها شكرا. فده مرض الاي ار دي اس، ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، تاني ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. فيروح الفايبرين ده يملاها ميه يبلها كلها ويسدها، لانه سائل لزج، الفايبرين بروتين في الاخر لزج جدا من اي البنيله، يروح يسد البورصه دي كلها، فيجي البلاد ماشي من جوه الالفيولاي عشان يشيل الاكسجين ويعدي، ما يعرفش يعدي، فيحصل حاجه اسمها شنط، شنط لان البلاد عدى ما خدش الاكسجين معاه. المرض ده نتيجه لاي نمونيا، لاي التهاب رئوي لما يبقى عنيف بايلاترال ديفيوز وبدا بشكل اكيوت يسموه اي ار دي اس. ايه اشهر حاجه في الدنيا تعمل اي ار دي اس؟ برافو عليكم. دوره الكوفيد اللي احنا كنا فيها 3 سنين وبهدلت العالم كله، عشان كده بندرس الاي ار دي اس. طب ايه ريكومنديشن في العلاج بتاعه؟ كله في السيفير اي ار دي اس هيعالجه دكتور الكريتيكال كير مش حضرتك، لكن اللي تعرفه فيهم ان الرئه بتبقى من كتر الفايبرين اللي فيها بتبقى الايه، الاستيك قوي، عامله زي الكاوتش العربيه النقل، فلازم تحط لها بريشر عالي جدا على الفنت عشان خاطر تنفخها، ولازم في نفس الوقت العيان عشان خاطر الفايبرين ده بيبقى ديبوزيتد مع الجرافيتي في الدورسال بارت والانفيريور بارت بتاع الرئتين، فتخلي العيان يعمل ايه، ينام على وشه على بطنه يعني بقدر الامكان، فاللي هو البوزيشن اللي بيسموه برونينج بوزيشن. برونينج بوزيشن يعني العيان لينينج فوروردز او انتيرولي، فيروح البلاد بالجرافيتي للحتت النظيفه اللي ما دخلهاش فايبرين في الرئتين، فطبعا الفايبرين كله بيروح بوستيرور ودورسال، ففي حتت نظيفه في الرئتين قدام بس ما بيروح لهاش بلاد. فنوي، طب انت تعمل ايه، تحل المشكله ازاي؟ راح عالم من العلماء نفيد زي حضراتكم ذكي، قال خلاص نخلي العين ينام برونينج، وبالطريقه دي بنظريه الزجاجه اللي فيها ميه، الميه هتروح ناحيه ما تقلب الازازه، لو قلبتها لفوق وهي نص مليانه هتنزل الميه لتحت وهكذا. فلما نعمل لحضرتك انك تنام قدام شويه، يروح البلد بتاعك كله من ناحيه الرئتين حته الانتيريور، والحتة دي هيلثي ما فيهاش فايبرين كتير، فبالطريقه دي نقدر نتغلب على المرض لحد ما يخف. وده سر البرونينج بوزيشن اللي كنا بنعمله وقت الاي ار تي اس. المفروض ان العيان يبقى نايم واخد مصر ريلاكسن زي ما انت شايف، لكن احنا في الاي ار دي اس عملنا حاجه الحقيقه على مستوى بني سويف يشهد الله ان انا ما كنتش عارفها ولا سامعها من حد قبلي، حاجه اسمها اويك برونينج، ان انا اخلي العيان صاحي واعمل بروننج واعمله على سيباك. فوجئت السنه اللي فاتت كميه ابحاث اتنشرت في العالم على الاويك بروننج ومدى فائدته، ربنا سبحانه وتعالى وحده بفضل الله الملك انقذ بينا مئات الارواح بالتكنيك ده اللي انا ما كناش عرفناه، عرفناه بالايه، بالاجتهاد وبالمعرفه، لان انا كل ما عياني ينام على ظهره مش هيتحمل،
الفنت ما عنديش فنتات كفايه، فبدانا نقول للعيانين نعمل برونينج اويك، احنا اللي اخترعنا البوزيشن ده. فوجئت اللي احنا اخترعناه كان العالم اخترعه بره. الفرق بيننا وبينهم ان هم نشروا، احنا للاسف ما نشرناش وما قلناش حاجه، لكن يشهد الله وحده على كم الارواح اللي انقذت بهذا الوضع، وان احنا كنا سعداء بيها قد ايه. كان معايا حد من المعيدين النجباء اللي هو عملنا مع بعض البوزيشن ده، دكتور احمد شعبان، مش عارف هو معانا ولا لا، بس يعني ربنا يجزيه عنا كل خير يعني. طيب رينال سبورت، اختلفوا العلماء في حاجات كتيره، هل نعمل هيموداياليسز يعني نعمل غسيل مستمر، ولا كونتينوس سي ار ار تي يعني ايه نعمل ايه غسيل بطيء جدا بلوبر فيوجن. فلقوا ان الاثنين مش فارقين مع بعض خالص. طيب نعمله الغسيل ده ايرلي ولا ليت؟ ما لقوش برضو فروقات كتيره في الحاجات دي، برضو ما تهمش اي حد مش متخصص، لان هم لقوا ان الايرلي فارق بسيط عن الليت، بس ما فرقش في السرفايفل كتير. طيب الحاجه الخطا الرابع اللي انا فارق معايا قوي، ان احنا نطارد اهداف وهميه. يعني ايه الكلام ده يا دكتور احمد؟ يعني تيجي تقول لي الحمد لله، الحمد لله، تسلم ايدك، عملت ايه حضرتك؟ العيان ضغطه اتحسن جدا يا دكتور. طب الحمد لله. نقفل يا جماعه اللي فتح السبيكر بس بعد اذنك. العيان اتحسن جدا يا دكتور احمد وضغطه اتحسن، او برافو عليك يا ابني، هايل جدا. وبعدين ايه اللي حصل؟ بس هو مات بعدين. فهو ده بالظبط، ان احنا عندنا مشكله ان احنا احيانا في الاستادز اللي كانت معموله قديمه شويه بيجروا ورا فيسيولوجيكال اوت كم، ما بيجروش ورا كلينيكال اوت كم. يعني ايه الكلام ده كله؟ لما جم يفصصوا الدراسات اللي قبل كده لقوا ان الحاجات اللي ممكن نستخدمها في الطب ويبقى عليها ايفيدنس بيز، يعني عليها دليل علمي اهو، وانت كدكتور تشتغل بيها، لكن دراسات قديمه شويه تكتشف ان هو تارجتنج فيسيولوجيكال اوت كم مش كلينيكال. يعني ايه؟ يعني العيان اتحسن وضغطه اتحسن وفيسيولوجيكال اوت كام اوكسجينيشن اتحسن وكل حاجه، لكن في الاخر مورتاليتي كانت اعلى لما استخدم الانترفينشن ده. يا زي ايه؟ زي حاجه زي الناتروك اوكسايد، هو فازو دايليتور ممكن نستخدمه مع البالمونري هايبرتنشن مع الرايت سايد هارت فيلير. فلقوا ان الراجل البالمونري ارتري بريشر بتاعه بيقل جدا، اللي بيستخدموه معاه وحاجه هايله، والعلماء قعدوا يستخدموه، وبعدين بتحليل البيانات لقوا ان هو كل اللي استخدموه فيه ماتوا. فإذا ده مش دليل على إن هو ليه قيمة، بالعكس ده لازم نتوقف عند التجارب كلها، ويبقى لينا تارجتنج كلينيكال بوينتس دايما مش فسيولوجيكال بوينت. ومن هنا تحول العالم كله إنه بقى ما يجريش ورا الثمار اللي هي إيه؟ التشيري اللي هي الثمينة، أو نجري وراها وما نسندش على إيه؟ عمود نور، بدل ما أنور بيه أسند عليه. فكل دي أهداف وهمية بنجري وراها، لكن لازم نبقى عارفين إن أنا بجري في الآخر على الكلينيكال أوت كام. اللي ايه؟ انما الاعمال بايه؟ بالخواتيم. انت دكتور شاطر واجتهدت وعلى راسي وجبت ضغط العيان وشلته من على البنت، وفي الاخر اللي انت الدواء اللي عمل له كل الحاجات الحلوه دي موته في الاخر لسبب اخر. فلازم تتوقف عند ده وتتوقف عن الدواء، انا اسف، او الانترفنشن اللي انت عملته، لحد ما تثبت عكس ذلك. دي ببساطه شديده جدا بيتفول الرابع. الخامس، تدي قد ايه؟ مهم جدا، وانا يمكن اتكلمت عليها باستفاضه في الفلويدز وضحكت عليك وقلتها لكم، هل تدي ليبرال ولا تدي كونستريكتد؟ برضو في البلاد ترانسفيوجن يا اولاد، اتكلموا ان انت تدي ليبرال بلاد ترانسفيوجن ولا ريستريكتد ترانسفيوجن. وفي الاخر لقوا ان الليبرال يعني تدي كتير يعني في بلاد ترانسفيوجن في كل الاوقات، وانتم عارفين الثقافه المصريه اللي هي معتمده برضو على الايه؟ الحاجات الانشنت ميديسن وبتاع، ادي بلاد ادي بلاد طول ما هو ماشي يدي بلاد، والبلاد الهازرز بتاعته عايزه محاضره 3 ساعات ان انا اقول لك بس السايد افكت والتوكسيستي والهازردز بتاع البلاد قد ايه. طب ندي قد ايه؟ لا، ندي ريستريكت ترانسفيوجن، وده اللي ثبتوا عليه، الا في حالات نادره جدا لو عيان عنده اسكيميك هارت، ده محتاج ياخد ويبقى التريجر بتاع الهيموجلوبين عشان تعمل ترانسفير عليه 7، ودي اللي استادس قالته بكل تلخيص وبساطه، اكتر من 7 ما تنقلش. اصل العيان قلقان، مش شغلتي دي، شغلته هو، اديله حديد وديه لدكتور باطنه يلعب معاه، يعني اتصرف بعيد عني. لكن ما تقعدش تقول لعيان هيموجلوبينه 8 و9 تدي له بلاد. ليه يا دكتور احمد ياسين؟ لانه بيزود المورتاليتي، احنا اتفقنا هنمشي في كل حياتنا ايفيدنس بيست. طب امتى ندي لو اكتر من 7؟ لو هو حضرتك برافو عليك، لو هو ستروك او مايكارديال انفاركشن، عنده اسكيميا في القلب او اسكيميا في البرين، ده اللي ننقل له بدري شويه. تدي اكسجين قد ايه؟ في زملاء كتيره وقت الكوفيد لما كنت بمر على رعايات المستشفيات الاقيه فاتح الاكسجين وكانه هو ايه ده النجاح الاعظم وسايبه للعيان. بص يا اولاد، الاكسجين از دراج، السايد افكت بتاعته ان هو بيزود المورتاليتي. في دراسات عملوها لقوا ان الاكسجين بيعمل انفكشن واي ار دي اس في الرئتين از ويل از الكوفيد. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ والله هو ده اللي بقوله لك، ده الصح. الاكسجين تاني بيعمل اي ار دي اس از ويل از الكوفيد والميكروبيال وانفكشن وكل الحاجات دي كلها، يعني هو لوحده يموت من غير اي علاج او من غير اي علاج. فما نديهوش كده، مش بس عشان هو consuming resources، ده غالي جدا، دي صناعة غالية ومالوش لازمة، لكن كمان مضر للعيان.
فما نديش اكسجين الا على القدر اللي محتاجه العيان عشان نوصل للسويت بوينت، نخلي الاكسجنيشن فوق ال 94 في كل الحالات. لا، في عيان بيبقى عنده حاجه اسمها انترستيشيال بالمونري فايبروزس، هذا الرجل او هذه المراه بتعيش بساتوريشن يا اولاد 78 80% طول عمرها، ما بتشتكيش. ما تجيش تفتح لها اكسجين لو سمحت، ابوس ايدك، لانك لما بتفتح لها اكسجين انت بتعمل ايه؟ بتابولش السنترز بتاع الايه الهايبوكسيا اللي هي عندها دي، اللي كانت بتشغل لها الفنتريشن. فانت خلاص كده ايه، طول ما هي عندها هايبوكسيك بتتنفس، لو راحت الهايبوكسيا المينيمال هايبوكسيا اللي عندها دي هتبطل تتنفس وتموت في ظرف 3 4 ساعات. فالاكسجين ليفل لازم نحرص فيه. النيوتريشن حتى في ناس تقول لك ادي ليبرال نيوتريشن بدون ايفيدنس، الايفيدنس عليك انك لازم ما تديش نيوتريشن زياده، وبالذات في العيانين اللي هم مش محتاجين، لان النيوتريشن في الاخر عارف بيتحول لايه؟ ثاني اكسيد الكربون، كربون دايوكسيد. طب ما ده فنتيلاتوري لود على الرئتين، عايز تطلعه بعد كده من الرئتين هتوديه فين؟ فلازم تحسب الكالوريز. وفي كل اماكن محترمه في الدنيا بما فيها عندنا في مستشفى الجامعه في حد نيوتريشن مسؤول عنه بيحسب لك الكالوريز. المفروض ان هو ياخد من واحد لواحد ونص كيلو كالوري لو جوه الرعايه، لو بره الرعايه ياخد اقل من كده من نص لواحد كيلو كالوريز. دي ستادز، دراسات اتعملت ولو عليها ايفيدنس، مش تاليفه يعني مش حاجه. طيب الهايبوثيرميا ما لقوش عليها دليل قوي قوي، كانوا بيقولوا ان العيان الارستد عشان نحافظ على دماغه زي اللحمه اللي بتحطها في الفريزر، فتحافظ عليها انك ايه تحطه في درجه حراره 33. عملوا دراسات كتيره اي ثيرم ستادي ولا اخره، ما لقوش عليها ايفيدنس ان ليها لازمه قوي، عشان كده ما استخدمهاش كتير. دي اهم الحاجات اللي كنت عايز اقولها لك في ايه، في الخمسه الاولانيين. طيب البيت فولز بقى بعد كده اللي هنتكلم عليها دي، شويه الاستاذز اللي قاعد يعدعد فيها ويقولها ودي ما تنفعش. سته وسبعه وثمانيه دول كلهم انا هقولهم لك في دقيقه، الشغلانه اللي الولاد بتوعي والبنات بتوعي بيزعلوا منها جوه الرعايه وبره، الدوكيومنتيشن والكوميونيكيشن. الدوكيومنتيشن والكوميونيكيشن دول الثلاثه مع بعض كده، هو حتى قايلهم لك اكتب كل حاجه وسلم زميلك. اذكر هقول لكم قصه بسيطه عشان انا طولت قوي عليكم، ان في حد من زملائنا كان عيان سيربرال هيموريج في مستشفى دولي كبيره 5 ستارز في القاهره يعني، وما سلموش يعني، هو ما استلمش العيان كويس بذنب اللي هو سلمه له ما سلموش، وهو سيربرال هيموريج. فالراجل لقاه مش مكتوب له كليكسان فكتب له، وكان عليه نبطش 3 ايام. بعد 3 ايام جه استلم منه تاني حد بعده، ازاي ده مكتوب في الايه في الفايل ان هو سيربرال هيموريج. هذا الرجل جاله سايكل تروما، والله صادق على ما اقول، انه بطل شغل خالص من كتر ما هو اتاذى نفسيا، ومش هو اللي ليه ذنب، هو اللي ما سلموش اللي ليه ذنب، لان عين سيربرال هيموريج كتب له كليكسان، الهيموريج زاد، الراجل فقد حياته في اغلى وفي احسن مستشفى في الموجود. فالكوميونيكيشن مهم جدا بين الستاف وبعضهم، بين التمريض وبعضهم، التسليم والتسلم يكون مكتوب ومتقال الاثنين، لان هم اكتشفوا ان الولد اللي قبله كان كاتب له بس ما قالوش، فهو اعتمد ما هو لو كان عنده كان قال لي، هو الولد قال كده، فانتهت القصه ان العين ضاع في الوسط. الكوميونيكيشن يا اولاد، الدوكيومنتيشن، اعرف ناس اتسجنوا عشان جمله ما اتكتبتش. لو كتب هذا الانسان ان هو ده عنده رينال فيلير واحنا ظبطناها واتصلت بالاستشاري وقلت له وقال لي انا مش هعمل حاجه، لا نجا من السجن، لكن هو ما كتبش كده في الفايل، فالاستشاري قال وانا ما اعرفوش، والاثنين رموها على بعض فاتسجن الصغير في الاخر. فاكتب كل حاجه، ما تزهقش من الكتاب، ده ربنا بيقول حتى في كتابه وليكتب وليملل لو فيه فلوس، فما بالك بارواح الناس. فالدوكيومنتيشن والكوميونيكيشن. طيب مهم جدا برضو بعد كده في رقم بقى ايه 9، اللي هي اخر حاجه، ان انت العيان ده لو هيخرج من الرعايه هل انت عامل له ريهابيليتيشن بلان؟ هيخرج من الرعايه يروح فين؟ يروح على البيت ولا يروح اوضه؟ طب هيخرج من الرعايه يروح اوضه، مش لازم تعلمه المشي والكلام والبتاع. بشوف فيديوهات الحقيقه على اللينكد ان جميله جدا لمرضى في انجلترا، وهم قاعدين بيجيبوا لهم زي بلاي ستيشن او زي اتاري، ويجيبوا لهم اكل وشرب ويخلوهم يلعبوا كره سله وهم لسه على اوضه. الريهابيليتيشن مهم جدا في بلادنا مش مهتمين بيه كتير، والرعايات الوسطى مهمه جدا وليها دور اهم من الرعايات المركزه، لان هي دي البريدج اللي العيان بيروح بيه بيته ويحكم عليه اذا كان هيعدي كويس ولا لا، بالذات في رعايات النيورو وبالذات في الرعايات اللي هيبقى فيها هانديكابنج بعد كده، مهم جدا الريهابيليتيشن. طيب اخر حاجه خالص برضه البلان اوف ايه اللي هو رقم 10، البلان اوف اند اوف لايف. انت لازم تتناقش مع العيان واهله، العيان اللي عنده كانسر ومتاستاسيس هل هتدي له سبورت ولا لا؟ ولو مش هتدي له سبورت تغير الجولز بتاعك، بدل ما انت بتبقى هدفك انك تنقذ حياته، لا هدفك تعمله شويه كومفورت. ولذلك هنا غيروا من اسرار الاي سي يو اللي هي مكلفه جدا في اليونايتد ستيتس اللي هي اغنى بلد في العالم، خلوها بالياتيف كير بس سموها كده،
فقال لك كل عين كانسر ما يدخلش رعايه، ليه يشغل اماكن الرعايه؟ نعمل له بالياتيف كير، نديله بين كيلر، ونجيب له دكتور التخدير يحط له ايبيديورال ويعيشوا حياه سعيده جدا، ومفيش فنتليتور، مفيش ريسورسز لحد ما يضل. فده اسمه كير اوف اند اوف لايف. لازم يكون عندنا الجزء ده مهم في اي دكتور رعايه، تتناقش مع اهل المريض، تفهم منهم، تعرف ايه اللي يجب عليك واللي يجب عليه، وتعمل له اهم حاجه في حياتك. انا بشوف دكاتره صغيرين كتير كانسر وميتاستاسيس واند ستيج، وقاعد يجري كل هدف نحط له انبوبه. يا ابني يا حبيبي، ده مش عايز انابيب، ده عايز كومفورت بس. ولذلك حد من يعني اقرب الناس ليا وكان استاذ تخدير وفي مراحله الاخيره وابنه استاذ في الجامعه، وقال لي اي دو نوت نيد تو انتوبيت ات اول، انا اي اونلي نيد، واستاذ تخدير بقى المريض يعني بس كانسر وميتاستاسيس، قال اي اونلي نيد تو بين ريليف بس، انا ده اللي عايزه خالص مش اكتر، لانه راجل فاهم وعارف. انا اسف على الاطاله وشكر لكم جدا، ومش قادر اعتذر لكم قد ايه على الاطاله، بس انتوا القعده معاكم نسيتني والكلام جاب بعضه، وان شاء الله يا رب على وعد بلقاء قريبه كتير، وشكر للدكتوره منى مره تانيه. محاضرة ممتعة دكتور أحمد والله، يعني ربنا يجازي حضرتك كل خير، محاضرة هايلة هايلة، كلام ذهب يعني بصراحة، ربنا ربنا يخلي يكرمك. حضرتك، ده شرف كبير ليا وجودي وسطيكم لا ومعاكم والله واستفدت. ما شاء الله، يعني ربنا بصراحة يبارك في حضرتك. محاضرة قيمة يعني جدا جدا، الحمد لله إن أنا سجلتها عشان اللي ما حضرش يسمعها، يعني وحضرتك يا تاخد رب ثواب يبارك كبير فيكم، عليها. يا رب يبارك فيكم، اسال الله يكون كذلك، وشكر لكم مره ثانيه، واسف على الاطاله، واكيد كل واحد وراه حاجه مسؤول بيها، ففي شكرا حد دكتور احمد. في حاجه اتفضل يا حبيبي. دكتور عطوه معاك. دكتور احمد شكرا جدا جزيلا، ربنا اهلا يبارك فيك. وسهلا، اهلا وسهلا دكتورنا الله الحبيب يكرمك. وراجل طب الباطنه في بنسو، محاضرة والله رائعة يا دكتور أحمد، والكل يا محتاجها رب فعلا، يخليك يعني كل الناس محتاجها الله والله. يخليك، الله يخليك، ده شرف ليا شهاده حضرتك فوق ربنا راسي يخليك، والله، تسلم. شكرا الله دكتورة يخليك، منى، متشكرين جدا دكتورة منى على الله مجهودك الكبير، يخليك، ربنا يحفظك. عفوا، ربنا يبارك في حضرتك، الله يخليك، الله يكرمك دكتورة منى. يا رب يبارك فيكم جميعا. انا شاكر لكم جميعا، ونشوفكم دايما بالخير يا رب وحده، وان شاء الله على وعد بان احنا نعمل ميتنج كبير جدا في اول اكتوبر باذن الله، نتكلم فيه باستهاب اكتر ونتناقش فيه اكتر مع الدفعه الجديده والدفعات القديمه وكل الزملاء، لان العلم يعني حاجه ممتعه للنقاش. واسف على الاطاله، واشوفكم بالخير يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور احمد، العفو يا فندم، ربنا يخليك، اشوفكم بالخير، اتفضلوا يا فندم.